بالنسبة لي الأضاحي فإنها تكون في بلد المضحي، أما ما يقوم به من يذبح في خارج الوطن أو في خارج البلد فإن له أجر الصدقة، وأجرها عظيم لا سيما إذا كانت الفقراء والمساكين. إذن لابد أن نفرق بين الأضحية وبين الصدقات. الصدقات مطلوبة في كل وقت، لا سيما بالنسبة لي مثل هذه المناسبات والشعائر العظيمة، فإنه يكون التصدق فيها أنفع للفقراء ويفرح الفقراء بذلك ويدخل السرور على المسلمين، فلذلك له أجر. لكن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فلم يرد عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه بأنه كان يرسل الأضاحي، أو أن الصحابة الكرام كانوا يرسلون الأضاحي. وإذا كان هناك فقر في دولة فلا تنتظر حتى يأتي وقت الأضحية وترسل هذه اللحوم، وإنما بادر. فإذا كان الإنسان ولابد فيؤدي أضحيته في بلده ويشهد هذه الأضحية ويفعل كما فعل رسولنا عليه الصلاة والسلام، ويكون قد أدى ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فصل لربك وانحر. ولا ينسى أخوانه في تلك الدول، فلذلك من الأخطاء الشائعة أنها تسمى بالأضاحي، لكن في الحقيقة هي تعتبر من الصدقات، يؤجر الإنسان عليها ويثاب عليها. لكن لابد أن نعرف الفرق بين الأضحية وبين الصدقة، كلاهما عبادة وفيه أجر، ولكن الأضحية لها أحكامها والصدقة لها أحكامها وما يترتب عليها من آثار.